عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المتابعين، لايف جديد ومجموعة حالات جميلة، وأول حالة من حالات الأسبوع الجميل، حالة فيها massively dilated right atrium، والmassively dilated right atrium مع tricuspid dysplasia، ومع tricuspid dysplasia نشك طبعا في بشتاين انومالي. الديفرنشال دايجنوزز ليها اكيد بشتاين انومالي. طبعا اللي كمل الفيديو للاخر هيلاقي ان في فيسل واحد موجود بس في الليفل بتاع 3 فيسلز، وده طبيعي لان يعني البالمونري تقريبا بيختفي خالص مع الماسيف تريكاسبيد ريجرج، وممكن تبقى معاها تي جي اي، وممكن يبقى معاها بالمونري اتريزيا كمان مع الماسيف دايلاتيشن والماسيف تريكاسبيد ريجرج اللي موجود. فالديفرنشال اكيد بالنسبه لنا بشتاين انومالي تريكاسبيد ديسبليزيا. وكمل الفيديو عشان توصل للبالمونري وتعرف ان في 2 فيسل بس موجودين في الليفل بتاع الثري فيسل فيود، لو حضرتك كملت الفيديو للاخر. طيب نكمل. دكتور احمد عباس ادانا حاله في منتهى الروعه، راجعوا اجابات الدكتوره نور على الفيديو ده. طبعا انترسبشن شكل الفولفولس، ويرلبول ساين، انستاينال اوبستراكشن، كل علامات الانستاينال اوبستراكشن موجوده في الحاله الجميله دي، حاله الدكتور احمد عباس الرائعه، فولفولس وانستاينال اوبستراكشن. فيتال انتستاينال فولفولس، كوفي بين ساين موجوده كمان، ويرلبول ساين موجوده، كل البص تيبيكال انتستاينال اوبستراكشن انترا يوتراين. نكمل احبائي الكرام. تالت حاله من حالات الاسبوع الجميله، حاله الدكتور رامي عطاري من فلسطين، ماسيف ريتروبلاستوما. احبائي الكرام احنا مستنيين الحاله تولد. طبعا التيومر اجريسيف، تيومر كمل كمان في فول اب، بعتهولي دكتور رامي، تيومر مكمل وعمل هيدروكيفلس كمان بايلاترال، فماسيف ريتروبلاستوما بيبي عيني يعني ميزرابل جدا، وريتروبلاستوما اجريسيف كمان عملت هيدروكيفلس في الفول اب بتاع الحاله. تعالوا طبعا حالة التوين انكفالي، اهو مونوكرونيك مونوأميوتيك توين انكفالي. فشكرا لكل الاحباء اللي تابعوا اللايف الاسبوع ده، وياريت تكملوا حالة التريكاسبيد ريجرج احبائي الكرام، ماسيف تريكاسبيد انكومبتنس، تريكاسبيد ديسبليزيا ويز بالمونري اتريزيا موسلي او تي جي اي، ولكن انا مايل لبالمونري اتريزيا عشان البريشر اللي موجود من ناحيه الرايت سايد هيعمل مشكله في البالمونري، يخفي البالمونري خالص. شكرا جزيلا لكل الاحباء، واراكم على الف خير الجمعه القادمه.